أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن you
لله
لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه غفرانك ربنا إليك المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. أيها السادة، جلسنا سويا على موائد القرآن، حفص وورش وحمزة روايات في القرآن. تلها لما سمح حضرتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود علي الحوتي القارئ بمركز مدينة حشيزة محافظة البحيرة. سادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.